بعدما تعززت ولاية سعيدة بالعديد من المؤسسات الاستشفائية المجهزة بأحدث المعدات الطبية الحديثة للتكفل الأمثل بالمرضى، يأتي الدور على أقدم مستشفى بالولاية الواقع وسط مدينة سعيدة، والذي انطلقت به عملية تهيئة وترميم بعد خروجه من الخدمة منتصف السبعينات. بإعادة تهيئة هذا المستشفى القديم، وراح نشوفوا فيها إن شاء الله راح يكون شيء يمد حاجة مليحة للمدينة. حاولوا نردوا ترميم غير هو اللي كان قديم كما كان بكري، كان الهيئة تاعها تقعد غير هي. وعندنا ليكسبيريونس مع لي زيسبانيول في البنيان، ونردوها باذن الله تحفه لمدينه سعيده، وسوف تكلفنا وقت باذن الله عام او اقل. ترميم المستشفى القديم ليس لنقص الهياكل الاستشفائيه بالولايه، بل ايضا لاعطاء جماليه اضافيه للمدينه.